موجز العاشرة من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس سعادة السيد غابور ليفنتي شاركا الذي سلمه أوراق اعتماده سفيرا جديدا لجمهورية المجر لدى الجزائر. مراسم الاعتماد جرت بمقر رئاسة الجمهورية، حضرها مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام ووزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف. سعادة السفير غابور ليفنتي سوركو سفير جمهورية المجر. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres de créance en tant que l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Hongrie auprès de la République algérienne démocratique et populaire. وعقب تسليمه لأوراق اعتماده، ذكر السفير الجديد لجمهورية المجر لدى الجزائر بالعلاقات التاريخية والمتجذرة، منوها بفرص التعاون والشراكة الثنائية بين البلدين. أنا جد سعيد لأنني قدمت أوراق اعتمادي إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي أهنئه على توليه رئاسة البلاد لعهدة ثانية. أنا فخور بتمثيل المجر هنا بالجزائر. المجر والجزائر تربطهما علاقة صداقة تاريخية تعود إلى عام 1962. لقد كانت المجر من بين الدول الأوائل التي اعترفت باستقلال الجزائر. وخلال فترة تواجدي كسفير هنا بالجزائر، سأعمل على تطوير هذه العلاقة أكثر فأكثر في جميع المجالات مع الجزائر. يوجد اليوم فرص للتشاور مع الرئيس عبد المجيد تبون، سنمضي بالعلاقات قدما بين البلدين. أتمنى أن نعمل مع الجزائر لأجل تطوير التعاون بين البلدين. كما استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس سعادة السيد مختار محمد دواري الذي سلمه أوراق اعتماده سفيرا جديدا لجمهورية إثيوبيا لدى الجزائر. مراسم الاعتماد جرت بمقر رئاسة الجمهورية، حضرها مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف. سعادة السفير مختار محمد دواري سفير جمهورية إثيوبيا. To present letter of credence of my appointment as ambassador extraordinary plenipotentiary of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to the People's Democratic Republic of Algeria. وعقب تسليمه لأوراق اعتماده، أشاد السفير الجديد لجمهورية إثيوبيا لدى الجزائر بدور الجزائر الفعال في إفريقيا وتطلعاتها الاقتصادية لشعوب القارة، وأن العلاقات بين البلدين تاريخية ومتجذرة. أنا جد سعيد بكون سفيرا لبلدي في الجزائر الشقيقة. العلاقة بين الجزائر وأثيوبيا متجذرة وعميقة، تعود إلى إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية. حيث قامت كل من الجزائر وأثيوبيا بدور فعال في تأسيس هذه المنظمة القارية. Our continental organization. Since then, Ethiopia and Algeria continue to play. ومنذ ذلك اليوم يواصل بلدينا القيام بدور كبير وفعال في الطريق الذي رسمه أسلافنا. Of the visions of our forefathers, and since the
transformation of. وفي الاتحاد الإفريقي تقوم الجزائر وأثيوبيا بدور فعال للحفاظ على السلم والأمن والتطلعات الاقتصادية لشعوب القارة. Very useful role in the development of peace, security, as well as economic aspiration of the African people. Therefore, we continue to play. ومن شأن العلاقات المتينة والقوية التي تجمع بين قائدا البلدين الرئيس عبد المجيد تبون والوزير الأول الأثيوبي أبي أحمد المساعدة في تجاوز كل الصعوبات والمشاكل التي قد تواجه القارة الإفريقية والعالم. As to resolve all difficulties we have faced both in the continent of Africa and in any part of the world, we will continue to. سنواصل في منح التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم وتقوية علاقاتنا الاقتصادية والعلاقات بين شعبينا. لدينا إمكانات كبيرة والجزائر تتمتع بتجربة كبيرة ورائدة في تحقيق الاكتفاء الذاتي ولنا الكثير لنتعلمه من الجزائر. أنا ممتن للاستقبال الحار الذي حظيت به منذ وصولي إلى الجزائر. كما استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس سعادة السيدة أن إليزابيث لويما التي سلمته أوراق اعتمادها سفيرة جديدة لمملكة هولندا لدى الجزائر. مراسم الاعتماد جرت بمقر رئاسة الجمهورية، حضرها مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام ووزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف. سعادة السفيرة أن إليزابيث لويما سفيرة مملكة هولندا. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre la lettre de créance en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas auprès de la République algérienne démocratique et populaire. وعقب تسليمها لأوراق اعتمادها، أكدت السفيرة الجديدة لمملكة هولندا لدى الجزائر أن العلاقات بين الجزائر وهولندا تقوم على تعاون نشط في قطاعات استراتيجية وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المناخية. C'est avec une grande fierté que je sors de la من دواعي فخري الكبير أن أقدم أوراق اعتمادي إلى فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون. Ce moment marque le début officiel de ma mission. هذه اللحظة تمثل البداية الرسمية لمهمتي كسفيرة لمملكة هولندا في الجزائر، وأنا سعيدة بهذه الفرصة لتعزيز الروابط والتعاون بين بلدينا. qui existe si heureusement entre nos deux pays. La relation entre les Pays-Bas et l'Algérie repose. العلاقات بين هولندا والجزائر تعتمد على تعاون نشط في عدة قطاعات استراتيجية، التجارة والاستثمارات الثنائية، في مجال الزراعة أيضا وإدارة المياه، من خلال تبادل الخبرات والتقنيات لمواجهة التحديات المناخية. معا نعمل على الانتقال الطاقوي من خلال استغلال الطاقات المتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، ونعزز أيضا التبادلات الأكاديمية والبحث العلمي، ويمتد هذا التعاون أيضا إلى مجال الرياضة. أخيرا أود أن أشكر الحكومة والشعب الجزائري على الترحيب الحار الذي تلقيته. إن التزامي هو تمثيل هولندا بشرف مع دعم المبادرات المشتركة التي ستساهم في تطوير وازدهار بلدينا. أتطلع إلى تعزيز الروابط والعمل معا لتحقيق أهدافنا المشتركة. شكرا جزيلا لكم. Merci beaucoup.
كما استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس سعادة السيد كالوما تيموثي مشارو الذي سلم أوراق اعتماده سفيرا جديدا لجمهورية كينيا لدى الجزائر. مراسم الاعتماد جرت بمقر رئاسة الجمهورية، حضرها مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام ووزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف. سعادة السفير كالوما تيموثي مشارو سفير جمهورية كينيا. To present the letter of credence by which His Excellency President William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, appointed me as Ambassador Extraordinary to the People's Democratic Republic of Algeria. وعقب تسليمه لأوراق اعتماده أشاد السفير الجديد لجمهورية كينيا لدى الجزائر بجهود الجزائر التاريخية في استقلال كينيا، ومؤكدا تطور العلاقات بين البلدين خصوصا في مجال الطاقة والتجارة البينية. يشرفني اليوم أن أقدم أوراق اعتمادي إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، مما يمثل إقامتي الرسمية كسفير في الجزائر. تتمتع كينيا والجزائر بعلاقات ودية متجذرة تمتد منذ عام 1963، وكانت الجزائر دور كبير في دعم جهود الاستقلال الحر في كينيا، ونحن ممتنون حقا لذلك الدعم، لأنه بفضل الجزائر استطاعت كينيا الحصول على استقلالها. ومنذ ذلك الحين تمكنا من إقامة علاقات جيدة جدا. لقد عملنا مع الجزائر في العديد من المجالات، في مجال الطاقة، مجال التعليم، وفي مجال الزراعة والصيدلة أيضا. وأعتقد أنه خلال مدة إقامتي هنا بالجزائر سنكون قادرين على تعزيز علاقاتنا أكثر في تلك المجالات، زيادة على مجال التجارة بين البلدين. وأعتقد أنه خلال مدة إقامتي كسفير هنا يجب أن نتمكن من إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين كينيا والجزائر، والتي ستفتح لنا الكثير من آفاق التعاون المشترك. لذلك أنا سعيد بوجودي هنا، إنه بلد جميل، ونتطلع للعمل مع شعب وحكومة الجزائر لتعزيز علاقات الأخوة بين البلدين. دوليا الآن، وفي آخر التطورات بفلسطين المحتلة، استشهد فجر اليوم 20 فلسطينيا في قصف صهيوني استهدف عدة مباني سكنية وخيام تؤوي نازحين بكل من مدينة غزة ومخيمي البريج والنصيرات في المنطقة الوسطى من القطاع، التي أحصت أمس أكثر من 50 شهيدا وعشرات الجرحى في 4 مجازر شنيعة ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين العزل. وفي لبنان، لا يزال الطيران الحربي الصهيوني ماض في قصفه الوحشي على ضاحية بيروت الجنوبية وبلدات وقرى جنوبي وشرقي لبنان، مخلفا 36 شهيدا و150 جريحا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 2119 شهيدا وأكثر من 100 ألف جريح منذ تاريخ بدء العدوان على لبنان. في المغرب، دعا الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كل الطلاب الأحرار للمشاركة القوية في الإضراب الشامل المقرر اليوم الأربعاء بكل الجامعات المغربية للمطالبة بإسقاط اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني. وسيتضمن الإضراب الشامل تنظيم وقفات ومسيرات طلابية احتجاجية داعمة للمقاومة في غزة وفي لبنان، ومطالبة بإسقاط اتفاقية التطبيع المشؤومة.
ونختم بأخبار الرياضة، حيث من المنتظر أن يلتحق أشبال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش بمدينة عنب اليوم ليخوضوا مساء حصة تدريبية بملعب 19 ماي الذي سيحتضن المواجهة أمام منتخب توغو غدا بداية من الساعة 8 مساء في إطار الجولة الثالثة لتصفية كأس أمم إفريقيا 2025. هذا وعرفت الحصة التدريبية الثانية التي أجرتها العناصر الوطنية أمس حضور كل اللاعبين الذين أبدوا رغبة في تحقيق الفوز الثالث في التصفيات والاقتراب أكثر من حسم ورقة التأهل مبكرا إلى الموعد القاري. ختام الموجز، شكرا على المتابعة.